عبد الرحمن شيخنا الكريم مسألة الوسواس القهري، ويبدو أن الأخ كمان بيروح يجيب كتب في العقيدة ويقرأ، فده بيزيد عنده الأمر وساوس وما شابه ذلك. كيف يتعامل مع هذا الوسواس القهري شيخي الكريم الدكتور متولي؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، كره بعض أهل العلم أن يسمى هذا بالوسواس القهري، لكن ده الاسم العلمي عند علم أطباء كمان. النفس. فهذا مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأخ المتصل هذا يا رب هذا المرض يا رب. فهذا يعني إحنا سندله على ماذا يفعل من الناحية الشرعية، لكن لو استطاع أن يذهب لأحد أطباء يعالجه من هذا فتداووا، فما أنزل الله من داء إلا أنزل دواءه. ولكن من الناحية الشرعية نقول أنه الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الأثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالله سبحانه وتعالى مثلا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه الآية لما نزلت فإنها اشتد أمر هذه الآية على الصحابة، فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: آية لا نتحملها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما ذكروا هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما زلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله النسخ في أخريات سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله نعم. وفي رواية قال: قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحم. إذا نزل النسخ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فالنهاردة ما يجي للوسواس ويقعد يقول لي في العقيدة، طب ما ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ما تذكره أنت، بس الصحابة عالجوا أنفسهم على خلاف ما تذكر أنت. الصحابة كانوا يعني يستعيذون بالله سبحانه وتعالى وينتهون، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان في إيه؟ ألا يسترسل مع هذا الوسواس، يتوقف. الوسواس يتوقف وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول له كده الشيطان اللي عمال يجري ويلعب بيك ده، قول له قول مهما تقول، اعمل مهما تعمل، انا لا احاسب الا على كلام او على عمل، وانا لا اتكلم. المشكله اللي دخل الوسواس في العبادات تخطى ودخل في العقيده وفي وجود الله والجنه والنار، لا ننصحه بالقراءه في كتب العقيده حتى يعني يبرا مما هو فيه، بل ننصحه ان يسال دائما اهل العلم واهل الذكر، زي ما قلنا له يكلم هذا القرين الذي يجري منه مجرى الدم ويقول له كده وجهه كده، ويقول له: قل مهما تقول، تكلم مهما تكلم، فالله تجاوز لنا عن ذلك طالما لا اتكلم به او اعمل به. قول بقى زي ما تقول، قول في الله ما تقول، قول في الله في العباده ما تقول، قول. لابد ان يعني يكون عنده فقه في المساله. نعم، ربنا يعافيك يا ابا عبد الرحمن ويشفيك ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم